منه. النادي الأهلي بيحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة يوم السبت القادم، يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل برئاسة الكابتن محمود الخطيب استكمالا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد كرة القدم بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس، ويستعرض المجلس الموقف كاملا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حق النادي.